كما ينضم إلينا نائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. أرحب بك سيادة النائب. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. مبدأ الشفافية والوضوح هو ركيزة لتعامل الحكومة الجديدة مع طموحات الشعب المصري، ما هي أبرز هذه الطموحات من وجهة نظرك والضامن لتنفيذ هذين المبدأين؟ يعني أنا بتقدم في البداية للحكومة السابقة بكل الشكر على ما بذلته من مجهود، يعني خلال فترة صعبة كانت مليئة بالتحديات الخارجية والداخلية، الأحداث العالمية والإقليمية المتلاحقة واللي أثرت بشكل كبير على الأوضاع المالية والاقتصادية والأمنية، طبعا ابتداء من جائحة فيروس كورونا، الحرب الروسية الأوكرانية، الأحداث الإقليمية المحيطة بنا من كل الجوانب بليبيا والسودان، والعدوان الإسرائيلي على أهلنا في غزة. الحكومة يعني تحملت صعاب شديدة، واجهت صعوبات وتحديات في ظروف استثنائية، وبذلت مجهود قدر المستطاع للحفاظ يعني على الأوضاع المالية والاقتصادية. الحكومة الجديدة مستمرة في مواجهة ذات التحديات والعمل في ذات الظروف الصعبة، ومطلوب منها يعني عدة أمور هامة طبقا لتكليفات السيد الرئيس، أهمها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري، وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات التعليم والصحة. احنا النهاردة في مجلس النواب انتهينا من مناقشة وبحث الموازنة العامة للدولة 24-25. الموازنة العامة للدولة يعني ركزت على توجيهات السيد الرئيس الاهتمام بالتعليم والصحة، تضمنت اعتمادات حوالي 1.5 تريليون لقطاع التعليم والصحة والبحث العلمي، منها 1 تريليون لقطاع التعليم والبحث العلمي، ونصف 1 تريليون لقطاع الصحة، 636 مليار للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و575 مليار للأجور. يعني الحكومة مطلوب منها الاستمرار في يعني الاهتمام بقطاع الحماية الاجتماعية وقطاع التعليم والصحة والتنمية البشرية. أيضا هناك ملف مهم جدا وهو مواصلة العمل يعني على مسار الإصلاح الاقتصادي، والتركيز طبعا على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية. الحكومة السابقة بذلت مجهود كبير في هذا الملف، لكن نتمنى من الحكومة الجديدة يعني التوسع بشكل أكبر نحو جذب الاستثمارات، افتح المجال بشكل أوسع أمام القطاع الخاص. يعني الدولة المصرية والحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات، من تشريعات، من قرارات خلال الفترة السابقة للعمل يعني نحو تحسين الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على المؤشرات المالية والاقتصادية في ظل الظروف الصعبة التي واجهها العالم كله. لكن يعني نتمنى في المرحلة القادمة أن يتم يعني العمل بشكل أكبر وبذل مجهود أكبر في هذا الملف، الاستمرار في تمكين الصناعة المصرية، الاهتمام بملف الزراعة. أثبتت كل التجارب يعني أن احنا محتاجين أن نحقق اكتفاء ذاتي في بعض الملفات، منها طبعا يعني المواد الغذائية، ده ظهر لما ظهرت الحرب الروسية الأوكرانية، ظهر تأثير كبير على المواد الغذائية، على أسعار المواد الغذائية. أيضا الاهتمام يعني بالاقتصاد الأخضر، الاهتمام بالطاقة البديلة، التكنولوجيا، دي ملفات مهمة جدا لابد أن الحكومة الجديدة يعني تعمل عليها بشكل كبير. أيضا من أهم الأولويات هو الحفاظ يعني على ضبط الأسواق والحفاظ على معدلات التضخم وارتفاع الأسعار. كلنا طبعا شاهدنا يعني ان كان التداعيات العالمية ادت لرفع معدلات التضخم الى ارتفاع مستوى الاسعار بشكل كبير. الشعب المصري وقف جنب دولته خلال الفترة السابقة وتحمل كل الصعوبات وواجه كل التحديات خلال الفترة السابقة. يعني نأمل من الحكومة أن تدعم المواطن وأن تحافظ على الأسواق وأن يعني تشكر الشعب المصري على ما بذله من واجهته للتحديات خلال الفترة السابقة. أنا بأكد مرة أخرى أن التحديات ما زالت مستمرة، الحكومة الجديدة عليها بذل كثير من الجهود في ظل هذه التحديات، وبالتأكيد ضخ دماء جديدة وتطوير أداء بعض الوزارات هو هدف أساسي لتشكيل هذه الحكومة الجديدة. وتحدثت سيادة النائب عن أبرز الملفات التي لابد للحكومة أن تتولاها في الفترة المقبلة، لكن كيف يمكن أن يكون هناك نوع من التكاتف والتواصل ما بين المؤسسات المختلفة وعلى رأسها الحكومة لمواجهة التحديات المختلفة ولمتابعة الملفات التي طرحتها؟ يعني أنا أعتقد أن التكليفات السيد الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي واضحة، محددة الأهداف، محددة الرؤية. يعني هناك ملفات محددة يعني يتم العمل عليها، يجب على الحكومة الجديدة أن يكون هناك تكامل
في الرؤية، تكامل في العمل. كنا طلبنا خلال الفترة السابقة بضرورة يعني إجراء بعض التعديلات وبعض الإصلاحات في الهياكل، سواء كانت المتعلقة بالوزارات أو الهيئات، حتى لا يكون هناك تضارب في العمل أو تضارب في الأهداف. جميع مؤسسات الدولة تعمل على يعني قلب رجل واحد ويد واحدة لخدمة الشعب المصري، لخدمة المواطن المصري. مجلس النواب مع الحكومة مع جميع الجهات، الكل متكاتف لخدمة المواطن وتقديم يعني الخدمات اللازمة والرعاية الكافية للمواطن المصري. التكليفات واضحة، الأهداف محددة، يجب أن يرتبط التشكيل الحكومي فيما هو قادر على تنفيذ تلك الأهداف وتلك الأولويات وتنفيذ العمل نحو بذل المزيد من الجهد. أشكرك شكرا جزيلا النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، كنت معنا عبر الهاتف.